نرحب بضيفنا أيضا من بيروت عمر معربوني، خبير عسكري واستراتيجي. أهلا بك معنا في هذه التغطية. كيف قرأت سيد معربوني التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ يعني 150 صاروخا أطلق من اتجاه حزب الله إلى شمال إسرائيل، وهو تصعيد كبير، قالت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه الأكبر والأعنف. أولا صباح الخير، تحياتي لكم. الحقيقة هذه المعركة دائرة منذ 8 أشهر، يعني هي في تصاعد دائم يتخللها بعض الهدوء، لكن السمة الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين هي التصعيد. مع العلم أن هذا التصعيد لا يجب أن يبنى عليه أنه يمكن أن يأخذ الأمور إلى مواجهة مفتوحة وشاملة. في كل الأحوال الوضعية في لبنان هي وضعية حرب، وهذا قلناه يعني منذ اليوم الأول لدخول حزب الله على خط المواجهة وخط المعركة. وبالتأكيد يعني هناك الآن محاولات من كلا الجانبين، الجانب الصهيوني وحزب الله، لرسم قواعد ردع أو عوامل ردع بانتظار طبعا يعني الذهاب إلى الهدوء. لأنه يعني في حالة الحرب يعني من المؤكد تماما أن ما يحصل ليس قواعد اشتباك كما يقال، قواعد الاشتباك ترسم بعد انتهاء المعارك. وبالتالي يعني يذهب حزب الله الآن إلى ترسيخ معادلات ردع للمراحل القادمة أو ما بعد انتهاء المواجهة إن صح التعبير. هذا بتقديري مرتبط بطبيعة النهج العدائي الإسرائيلي الذي يحاول أن يجر لبنان وحزب الله إلى مواجهة مفتوحة. لكن تأتي ردود الحزب يعني بما يمكن أن نسميه بالضربات الموضعية الموجعة، خصوصا أنها اليوم استهدفت طيفا واسعا من القواعد العسكرية الإسرائيلية الحساسة. وهذا يعني سيذهب بالأمور بتقديري إلى معادلات مختلفة. العدو الإسرائيلي سيرد بالتأكيد، سيصعد. البارحة استهدف مجموعة من قادة حزب الله، وهذا بحد ذاته يعتبره العدو جزءا من عمليات الضغط وجزءا من عمليات تخفيف الضغط عليه. لكن بالمقابل يعني هذه مسألة يجب أن تقرأ ويجب أن لا يعول عليها كثيرا. منذ نشوء المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت يعني إسرائيل أمين عام حزب الله السيد عباس الموسوي، ولم يعني يجعل هذا الأمر الحزب أن يتوقف يعني بالأحرى عن تقوية وضعيته وزيادة قدراته وأحجامه. استهدفت بعدها القائد عماد مغنية، وهذا يعني كان الرد عليه ببناء بنية عسكرية واسعة جدا تضم آلاف القادة الميدانيين. وبالتالي يعني هذه مسألة إن كان يعول عليها البعض بأنها ستحد من قوة حزب الله فهي خاطئة جدا. أعتقد الآن أننا أمام مرحلة حساسة ترتبط يعني بالوضع في قطاع غزة. طالما أن المعركة في قطاع غزة مستمرة، فالمعركة في لبنان في مواجهة الجيش الإسرائيلي أيضا ستبقى مستمرة. نعم سيد عمر، هذا الاستهداف للقواعد العسكرية الحساسة، وأنت وصفت ما يحدث بأنه وضعية حرب، ما المتوقع إذن من رد الفعل الإسرائيلي، وإلى أي مدى قد تتسع تلك الحرب؟ الإسرائيليين يهددون يعني منذ اليوم الأول، يهددون بتوسيع نطاق الحرب، بأخذ لبنان إلى العصر الحجري، بتدمير بيروت، بتدمير الضاحية. لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى اللحظة. لم يفعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أنهم يدركون يعني ماذا يمتلك حزب الله من إمكانيات يمكن أن توجع يعني الإسرائيليين بشكل كامل. والسبب الثاني هو عدم وجود خطة يعني للتعاطي مع لبنان ومع حزب الله يعني بالتحديد. أعتقد أن الأمور ستبقى ضمن هذا المسار. لا الإسرائيلي يستطيع يعني الآن أن ينفذ اعتداء واسعا على لبنان، لأنه سيقابل برد واسع. وهنا أود أن أفصل قليلا يعني في المسألة على مستوى يعني البر. هناك تجربة للجيش الإسرائيلي في لبنان في العام 2006 أدت إلى يعني
القضاء على وحدات واسعة من الجيش الإسرائيلي وتدمير عشرات الدبابات الإسرائيلية. حينها كان حزب الله يمتلك إمكانيات محدودة بالنظر إلى ما يمتلكه الآن. نعم. المسألة الثانية أن يعني الجيش الإسرائيلي في حده الأقصى يستطيع أن ينفذ اعتداءات جوية. هذه الاعتداءات الجوية في الحقيقة سيتم الرد عليها في العمق الإسرائيلي بشكل متماثل ومتناسب. يعني مثلا إذا استهدف بيروت سيكون الرد مباشرة على تل أبيب. وهنا يعني المقاربة الأساسية، حزب الله يمتلك صواريخ بعيدة المدى ثقيلة دقيقة، رؤوسها المتفجرة بين 500 إلى 800 كيلوغرام. السؤال المنطقي، هل يستطيع العدو تحمل تدمير مبنى واحد في تل أبيب في اليوم؟ بالتأكيد لا. إذن هناك العديد من الموانع التي تمنع الجيش الإسرائيلي من توسيع عملياته على الرغم من التهديدات، لذلك يلجأ إلى الأسلوب الرخيص الذي يعتقد أنه من خلاله يمكن أن يحد من قدرات الحزب والمقاومة، وهو عمليات الاغتيال للقادة والمجاهدين. نعم، هذا التصعيد سيد عمر على الحدود الإسرائيلية إلى أي مدى سيؤثر على إسرائيل، خاصة في حالة الاستنزاف العسكري لإسرائيل في حربها الدائرة على قطاع غزة؟ الحقيقة الكيان الإسرائيلي الآن مستنزف، مستنزف عسكريا، مستنزف اقتصاديا، مستنزف نفسيا. يعني أعطيك مثالا على الاستنزاف النفسي، هناك 62 ألف طلب من العسكريين في الجيش الصهيوني لتقديم المساعدة النفسية. تقول الأرقام طبعا أن المؤسسات التي تقدم الدعم النفسي تستطيع أن تقدم دعما نفسيا أقصى قدرته 12 ألف. إذا هناك يعني عدد كبير جدا لا يمكنه تلقي الدعم النفسي. هذا على المستوى النفسي هناك انهيارات حقيقية، هناك عدم ثقة يعني من المستوطنين بالجيش، هناك عدم رغبة يعني في الاستمرار، هناك الكثير الآن من الهجرة العكسية التي تحصل، وبالتالي يعني كل هذا الأمر يخالف القواعد الأساسية التي قام عليها الكيان وجيش الكيان بشكل أساسي، الذي بنى عقيدته العسكرية القتالية على الحرب الخاطفة السريعة وليس على الحرب الطويلة. لذلك عامل الوقت يعني ويعمل لمصلحة المقاومات سواء في غزة أو في لبنان الآن، وليس لمصلحة الجيش الإسرائيلي. موضوعيا كان المفروض أن تتوقف هذه المعارك بالنظر إلى الوضعية السيئة للجيش الإسرائيلي، وهناك تصريحات تقول أنهم يحتاجون الآن إلى تجنيد 4500 إلى 5000 جندي وضابط. أيضا هناك يعني دعوات من قبل المستوطنين بعد اتخاذ القرار أو القانون المرتبط بعدم تجنيد بحريدين بالدعوة لأبنائهم بالتخلي عن السلاح والعودة. هناك إذن وضعية أعتقد أقل ما يمكن أن نصفها بالوضعية السيئة بما يرتبط بوحدات الجيش وهيكليته. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا من بيروت عمر معربوني خبير عسكري واستراتيجي، شكرا لك على كل تلك المعلومات.